بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. حقيقة أن مسألة الاحتفال برأس السنة الإدارية أو السنة المالية أو السنة الميلادية، وهذا الأمر له تسميات مختلفة، لم يكن من عادات الشعب التونسي المسلم ولا من تقاليده، إنما هو بدأ تدريجيا يظهر مع دخول الاستعمار لبلادنا، ثم بعد الاستقلال يعني تدريجيا العائلات، نوع من العائلات معينة كانت تحتفل به، ولكن العائلات الملتزمة دينيا والملتزمة بالأصالة نتاع الشعب التونسي الأصيل العربي المسلم ما كانوا يحتفلون بهذه المناسبة. احنا في الإسلام عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحتى رأس السنة الهجرية ليس في شريعة الإسلام ما يدل على أنه عيد ونحتفل به، لكن على كل حال نحن ذكرى الهجرة عزيزة علينا ونوليها من الاهتمام ومن الاحتفال في ضوابط معقولة شرعية، ليس فيها إسراف ولا تدبير، ليس فيها مجون، ليس فيها ميوعة. الظاهرة الموجودة الآن في الاحتفال برأس السنة الميلادية هي ظاهرة فيها جوانب كثيرة منافية للشرع. من بين هذه الجوانب كثير من الناس يحتفلون على الطريقة الغربية الأوروبية في نزل أو حتى في بيوتهم، وهناك من يصل به الأمر إلى معناها استحضار شجرة نوال، وهناك من يمارس أشياء محرمة كشرب الخمر والاختلاط اللي فيه مجون وفيه خلاعة وفيه معناها خروج عن ضوابط الحياة وضوابط الدين وضوابط الأصالة لهذا الشعب التونسي العريق في عروبته في إسلامه. ثم هناك من التدبير ما هناك، ربما الجانب اللي بعض الناس يقولوا نرى أنه لا بأس به، يقول لك إذا كان اقتصر الأمر في الاحتفال برأس السنة الميلادية على اجتماع العائلة وأن نجتمع حول عشاء أو حول سهرة نتناول فيها ما لذ وطاب ولم يكن محرما ونسهر ونمرح ونقول أن هذه ليلة، ها احنا في أدبنا الإسلامي إحياء ليلة العيد اللي هي ليلة عيد الأضحى وعيد الفطر تكون بأقل ما يمكن بصلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة، تكون بتلاوة شيء من القرآن وشيء من الذكر، تكون بالإنفاق على العائلة إنفاقا يعني معتدلا لكن فيه شيء من الكرم أكثر من العادة شوية، معناها إظهارا لبهجة العيد وكذا. لكن بالنسبة لليلة رأس السنة الميلادية نرى الناس يتسابقون في شراء مرتبات الله أعلم بكيفية صنعها، وناس بدأت تتحضر منذ أسبوع في كعكات المرتبات وتكدس هذه الأشياء لأنه الطلب سيكون ليلة رأس السنة، سيكون معناها طلبا بنفق مرتفع، والدجاج ياهو بدا سعره يغلى. قبل اسبوعين كان الدجاج ب 2100 وب 2200 توصل ل 3000، وربما بعد يومين او ثلاثه كنا ما اقتربنا من ليله راس السنه يزيد يغلى. طبعا هذا ما انزل الله به من سلطان، هذا من الاسراف والتدبير، من التهافت على الماده والتكالب على الماده. واحنا كمسلمين، احنا كشعب تونسي له عراقته واصالته، ما يليقش به باش يتبع الغرب في أشياء هي تعتبر من قشور الغرب، يعني ما تبعناهم في طلب العلم وفي الانضباط في العمل خاصة. أنا معناها فما عمال بلدية يخدموا في منطقة معينة في الساقس
المراسيل يخدموا 3 ساعات في النهار وبتراخي كبير، يبداو 8:30 تجي 11:30 يفكوا الخدمه. يا ليتنا الوعي نتاعنا يتجه نحو العمل ونحو العلم ونحو ان ناخذ عن الغرب الاشياء النافعه والاشياء اللي تتقدم بينا وتتقدم بحياتنا الثقافيه وحياتنا الفكريه وحياتنا معناها اللي تحسن من كل شيء في حياتنا. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها. على كل حال إن شاء الله السنة الإدارية 2013 مبروكة على كل التونسيين على كل المسلمين، باعتبار هذا أمر واقع أنها سنة إدارية تتوقف فيها الميزانيات وتقع فيها محاسبة وتقع فيها معناها جرب وتقويم سنوي للأمور المالية وكذا. هذا أمر لا نستطيع أن نتفصى منه، لا نستطيع أن ننكره، لا نستطيع أن نقول لا يعنينا. نعتبرها إن شاء الله سنة مباركة ونتمنى فيها الخير لكل المسلمين، لكن لا نعطيها من المظاهر الاحتفال ما فيه محرم وما فيه، فالمحرم حرام ما فيش حتى كلام، وحتى اللي غير محرم في الأصل لكن بمناسبة هذه المناسبة يولي فما إسراف وتهافت وحتى ترتفع الأسعار والناس تشكي ما عندهاش فلوس وما عندهاش بيبالة وكذا. وإذا به نجيو في مناسبة كهذه ونلقاو سيل كبير من الاستهلاك، الله أعلم قداش يكلف المجموعة الوطنية وقداش يكلف الاقتصاد نتاع البلاد من 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 أشياء قد لا يتحملها. على كل حال كل عام وهذا الموقع الطيب بخير والمشرفين عليه بخير، وجزاكم الله خير على الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. شكرا.